اكو عندنا دستور صح لو لا؟ الدستور متمثل بمجموعة مواد وما إلى ذلك، من ضمنها مثلا الفدرالية بقت إلها قيمة، خلينا نحكيها صدق، إذا مثلا إحنا نحدد جهة محددة أو إقليم محدد إلى أنه لا وكأنه نرجع إلى زمن المركزية من جديد. لا هي شوف الرسالة هي أعمق من هذا، إنه ماكو زعيم إلا يطلع من الجنوب أو الوسط. زعيم سني بمعنى زعيم سني لازم ينتهي، زعيم كردي بمعنى زعيم كردي لازم ينتهي بغض النظر عن المسميات. ما بيصير، ماكو زعامة بالعراق إنه تصير، مستحيل، ما حد راح يقبل. وحتى جاي نشوف إنه إحنا اشتغل تدريبية قد انتقد عن الحلبوسي وأحكي عليه وكذا، بس اللي راحوا الجماعة هدوا ولازم يهدون الحلبوسي لأن صار أكو راس في هذه المنطقة يسمى زعيم. هسه يقوون ربعة عليه، يقوون ربع عليه بالبداية ويخلوهم يتصورون نفسهم هم زعماء، وأول ما يطلع على رأس يصير شوية رأس زعيم وهم يكسونه مرة ثانية. ليش هو زعيم مقبولكم من الوسط والجنوب أيضا إذا مو مايهم مثلا؟ البعض يقول مثلا مدني الاعتقاد والدعم الخارجي. هسه كل واحد يشوف نفسه زعيم، بس الدعم الاعتقاد والدعم الخارجي. أنا دائما أقول رسالة للقوى الكردية والقوى السنية ولجمهورهم حتى يعرفون هم لا يعدون سوى ملحقات بالعملية السياسية. ماكو اعتراف بهم بأنهم هم أساس في العملية السياسية. أنت حدودك هاي ترضى بالقرار السياسي، تعترض على القرار السياسي وتروح تشكل أغلبية ويا صدر ويا غيرها. لا هنا هنا أنت عبرت الخطوط الحمر وما راح نعوف لك إياها، ترى هاي ما راح نعوف لك إياها. انت تضامنك مع سماحه السيد مقتدى الصدر وتروح تشكل حكومه اغلبيه وتريد تقصيني، احنا ما راح نساعدك اياها. فمعناته احنا راح نبدي بعمليه هدك. شلون هدك؟ هسه الحلبوسي قدروا بعض الاشياء يعني خلوها عليه وطلعوه. الديمقراطي الكردستاني وفي في في كردستان ماكو مسموحيه انه بان يتدخلوا بان يؤنبوا مثلا او يسوون فد عمل على الحزب الديمقراطي واضعافه باعتبارهم قوة متمركزة وحكومة تقليدية. ما يأنب الشعب ضده. شلون يأنب الشعب ضده؟ بهاي الأشياء هناك في الكردستان مثلا، يعني قضية الرواتب وعدم وجود حلول إلها، وأنه الشعب الكردي يطلع يتظاهر وما يرضى بهذا، وبالتالي ممكن انتخابات تجي وأضعافهم انتخابيا. هاي قصة. بالتالي عملية إضعاف الزعيم في هذه المناطق وعدم مساس القرار السياسي اللي انبنت عليه الديمقراطية المشوهة في 2003 بتقسيم العراق، حتى الأحزاب والسلطة تقسيم العراق على أساس قومي طائفي ما أعرف يعني سني شيعي، هاي الأساسات لا تلعب بها. أنت تريد تتداخل بهاي القصة، أنت راح تلاقي ما